يعني خف شويه على اساس ان هم عملوا كل مجموعه يوم وحديه. ف انا بالنسبه لي يمكن لسه بكتب لغايه ثالث اسبوع كده، يعني الماتشات كويسه يعني ان شاء الله. اول مباراه مع البترول اسيوط في نفس البلد، يعني احنا البترول والاسمنت في محافظه اسيوط، فاول مباراه مع بعض يعني ان شاء الله. والله اول ماتش هنلعب نصر التعدين، يعني حظنا كده معنا النهارده يعني نصر التعدين على ملعب الاعلاميين. احنا بنلعب على ماتشاتنا على ملعب الاعلاميين، يعني كل الفرق اصلا قويه. الضرب يعني ما فيش زي السنه اللي فاتت، يعني لا كل الفرق قويه جدا يعني، كذا فرقه تنافس الضرب. يعني في حضرتك يعني الجونه، وفي المقصه، وفي الالومنيوم، في المنيا، فيها بترول اسيوط برضه فرقه كويسه جدا، وفي الفيوم. جرعه معموله تمام يعني وقدام الناس كلها، بس هي اللي اختار بس الايام والملاعب المزدوجه. يعني احنا عندنا مشكله في الملعب برضه، واخدين ملعب ناس المله وناس المله، وبيلعب عشان تراي ماتش والماتشات اللي هتتعرض مع ناس المله. هي القرعه موجهه وعلنيه فما فيهاش اي مشاكل، واحنا كده كده في الدوري هنلاعب ال 16 فرقه، هنلاعب بعض، فمش مشكله ان هو يجيني الماتش الاولاني فرقه معينه او غيرها، كده كده هلاعب ال 16 فرقه، فالموضوع سهل يعني طول ما هي في قرعه موجهه فما فيهاش اي مشاكل. هي قرعه فيها شفافيه وقرعه كويسه و 16 فرقه، احنا 16 فرقه كده كده هنلاعب بعض، يعني ان يجي لنا الاول مين الثاني مين الثالث. بس هو المشكله احنا اول مباراه ديربي بيننا احنا والاسمنت، يعني احنا محافظه واحده، واول مباراه تكون مع اسمنت اسيوط في اسمنت اسيوط. النهارده بشيد بقرار مجلس اداره اتحاد الكوره انه خلى كل مجموعه منفصله في يوم واحد وفي القرعه، ده بيمثل ان انا شفت النهارده قرعه فيها النزاهه والحياديه ومتوازنه جدا. الفرق بتمنى للفرق كلها التوفيق، وبتمنى لفرقه نادي الشبان المسلمين بقنا تحقيق الامنيات بتاعت الشعب القنائي عليها، لان هي يمكن الفرقه الشعبيه اللي في محافظه قنا مع نادي الالومنيوم نادي شركات طبعا. فالشعب القنائي كله بيطمح ان يحقق فريق شبان قنا بقياده المدير الفني كمال الزين طموحات الشعب.